ننتقل الآن من حالة الجو في الولايات المتحدة إلى الحالة في منطقتنا العربية مع مروة. إليك مروة. شكرا راوية. أهلا بكم مشاهدينا من جديد لمتابعة الأحوال الجوية في المنطقة العربية. أبدأ من السعودية هذه المرة، حيث من المتوقع أن تتعرض السعودية لحالة جوية ممطرة مصاحبة لمنخفض جوي تستمر لعدة أيام، وتبدأ هذه التقلبات الجوية من اليوم ثم تتحرك جنوبا وتتشكل السحب على ارتفاعات مختلفة، بعضها يكون رعديا ممطرا وتشمل أجزاء من المناطق التالية: منطقة المدينة وخاصة شرقها والحدود الشمالية وحائل، ثم تنتقل إلى القصيم وما بينها وبين الرياض، وتمتد أيضا إلى المناطق الداخلية من العاصمة وجنوبها والشرقية مع رياح مثيرة للأتربة. ماذا عن العراق مشاهدينا؟ توقعت هيئة الأنواء الجوية استمرار موجة الأمطار في إقليم كردستان أياما عدة بسبب تأثر الإقليم بمنخفض جوي منذ نهاية الأسبوع الماضي. كما توقعت الهيئة أيضا أن يكون الطقس في المنطقة الشمالية غائما مصحوبا بزخات من المطر، أما عن المناطق الوسطى والجنوبية تكون الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة مع غبار خفيف. ننتقل إلى دولة الإمارات مشاهدينا، ماذا عن التوقعات الخاصة بها؟ حيث توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا على بعض المناطق، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، أما عن الرياح فتكون معتدلة إلى خفيفة السرعة وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة لتشكل الضباب المتفرق. هذه هي صور الأقمار الصناعية، درجة الحرارة المتوقعة اليوم في مختلف المناطق في شبه الجزيرة العربية. كما تشاهدون خلفي مستويات عشرينية، انخفاض طفيف في درجات الحرارة على بعض المناطق بداية من مسقط وأبو ظبي، أجواء مشمسة. الدوحة تحافظ على غيوم جزئية مع 26 درجة مئوية. مشاهدينا هذا كل ما لدي حتى الآن، شكرا للمتابعة والمزيد في النشرات المقبلة. إلى اللقاء.